السلام عليكم، شخباكم؟ معكم علي. اليوم راح نلعب لعبة الفرسان، وأول لعبة الخير ضد الشر، وخنروح نشوف وين أخير مكان وصلنا له. أوكي، يعني بس الجن أمورتهم تمام. أوه، منو هذا؟ لا اصبر، انا شنو هذا الجوهر اللي عندني؟ شوف اخي، ما طبين لقيت شلون عندنا جوهر. طور 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 هذا، طور طور طور. والله سخن، خلنا نرجع. هم يطلعون لنا جنود بسرعة، هذا كلش قوي اذا يطلعوا يا بالطاوة. ما شاء الله قبل طلعونا اياه، مش كهذا جمع قوي وسريع. ايه حلو حلو، روحي. يلا عادي، ودي اثنين. قتلوه يا اخي، اي بس هو بوحده. ها شنو هاي؟ شنو هاي الاغنية؟ شان الأغنية؟ أصبر، الله خلينا نكمل. لكن نريد خمس جواهر على الأقل، ودي نقدر نطور. لا يا أخي، دايما تصير قريبة. أوكي، يراتنا نحفظ نحتفظ ببقية جواهر ونصرفها. عشان إيش؟ قالوا ما كلها ذهب، شنو قصة؟ إيش قال؟ اوكي اوكي اوكي، هنا نقوي دمي. فلوسنا ما تكفي. بس اعلنا الافلاس، انا مرة صرفت كل فلوسي على مو الدم هذا. طبعا تشوفون دمه ما متغير، بس لما واحد راح يضربه راح يقل الدمج. ضعوا دمج كلش قليل اصلا، انتم تشوفون لو لا. يس، المنظور احسن. راح ضرب الولد. الله، روحوا كسروا. انا بس اشوف هاي التشكيلة اقول بس احنا فايزين فايزين. روح روح، انا شي مشيت هاب. باب باب معاكم، تكسرت تكسر. باعوا دينها لفوق، ترايح. انصحكم تشوفون الجزء الاول، او تقدرون تكملون هذا الفيديو. اوكي، انا ايضا خمس جواهر. اوكي، اقول لك شيء، ممكن نضم شوية الفلوس اللي عندنا. اوكي، لا ما نقدر ما نقدر، ذول دمهم كلش ضعيف، ضربة يموتون. او شباب، طلعت لنا اقوى تشكيلة، ولا انا دايما اخاف منها، اقول ان مالي اي علاقة بيها. من راح يطلع؟ قلع لا تغل. انا تشكيلتي ما انطش بيها خرباني. هذا ابو سيوف دم اكثر من 200، شنو قصة؟ اوكي يلا 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 يلا، هل شنو بس يطلع قبل ينكتل؟ يعني مو قبل بس ينكتل. اوكي يلا بسرعة يا الصحراء، لحقي. اوكي عندي ورا ما عندك. او هاي، او تطول باللحم بس ما لحقنا. او الف، نالف من الفلوس. اي هاي الشخصية اللي انا كنت اريدها. او شنو هاي؟ ما يفيد الالف، او لا هنا يفيد. او شنو قصة؟ طور هاي، يعني شكل مو كلش مهم، هاد بس الشكل يعني
يخلي الضربات لها تأثير قوي، يعني ما هو مفيد. لا مفيد مفيد. اوه ماي جود شباب، الزعيم اللي هنا صورة أحسن رجع لي. شباب تشكيتني هي من البداية لحد النهاية، اوكي؟ أكثر شي راح يفيدونا هم هذول الجنود، اوكي؟ فتحت لنا قدرة مهارة النينجا، بس هنطلقه نشوف شو راح يسوي. هاي تسرع الجنود، أوح أوح. هذا نينج، هذا تيكواندو هذا، يا أخي موت. يا اخي ازعجتوني، بس اشوف واحد يزعجني اخويا. راح نحتاج هذا ابو المطرقة اكثر شي، مو النينجا. وين نفتح شخصية جديدة؟ يقولون ما استعمل حستعمل في، لا احنا نريد نفتح ابو المطرقة، اوكي؟ اقصد نريد نجيب كل ابو المطرقة. بعض يسألني فاشل ما منا فريق، لا هذا شي خاطئ. شو السحرة مالته هذا؟ لما غيرنا شكله ضاع صوت الذب فوق. يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، زعم اح 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 ضربوا واحدة قاعد يتمي. يا اخي طفروا وضربوا، اي طفروا وضربوا، اي 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 ما طرش لي غالب. هاي احنا راح نحتاج بس من هاي نينجا هذا الفاشل. اي تسريع 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 الضربة، تسريع الكشف. بس هو هنا بسرعة غيث. لا راح نخسر مرة، راح نخسر. لا لا بس افتح الوحدة هنا بالدرب. الله اخي ربني، كان جيش اكبر من هذا. انا فلسفت لما طلعت النينجا، انا فلسفت باش قدمي سوى طايح ماشي ماما ينفر ويضرب هذا. يخلي العملاق يدوخ، واحد قاعد يدوخ. اي عملا عملا، اي اي جنة كنز. اوكي بسنا او بو 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 او سهم قوس. يلا 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 يا رب شخلو. اي ادرع 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 ناسا مشان هنا كم وحده نريد من القدرات، بس ما نريد هاي الجواهر كلها. شو نقصة؟ اوكي يعني نقدر نصرف على اللحم، بس ما اريد الا اذا خسرنا بمعركة انا معرق بيها راح اصرف فلوسي على اللحم. بس اقصد هذا جواهر الحمراء، لانه هذول الفرسان بجواهر حمراء حيطلعولي، لان ما ينفوز بجمشي او بجمعها. اوكي نحط لهم نفس التشكيلة قبل ندوس جو، بس نلعب فيها ولا اقوى هذا لو هذا. هاي لحد يطلع منا غش. اوه حاض غش، هاي تغشون تغشون. هاي الجزء الغش بس نشيل انه اعتمدت على النينجا، بعدين انا اعتمدت عليه. خسروا خسروا، هاي تشكيلة مستحيل تخسر. اوكي النينجا شب على طن بطاوة. اوكي مسكين في صوتك. هم يقتلوهم السحرة، هاي افضل شي بيها البرق. ما غيرنا شكلها جات لها مهانة. ومثلا لما نوصل لها للشكل الأخير راح يصير ذب سهام حمراء نفس ما سبعوا سهام حمراء. ثم نوصل للمستوى الأخير ما الشكل راح يصير تشمر سهميا حمراء. أوه حريقة فيها، ضاعوا الجنود حتى ما جاوا بالدرب، وأنا ذبيت مليون واحد. أوكي اكتشفنا استراتيجية ممكن فوزنا بجميع المعارك، ممكن قلت مو أكيد. هيك هسه خلينا نطور كم شي. شباب هذا غالي، شباب كل شي غالي، شو اطور؟ ما ادري والله يا حسراح عندن، والله يا حسراح عندن. وشكل النينجا الاخير جدا فخم، بس انا ما اهتم بشكله الاخير كلش، راح اخلي بس هذا الشكل مال العظام.
يلا 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 لينها القوي عشان ليش جماعة دمات السرعة. ها غش 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 طلع السحابة فيه سحابة جميلة. لا طلعنا قليل سحرات همين أم الأسهم أمهات الأسهم. أوكي راح يصير النظام هذا عمي خلي اللحم يفيدهم كذا عندنا ناقص باللحم ما صرف جوهر عادي وخر. يا نينجا روح كمل طريقك يا نينجا. دين 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 ناروتو مع انه ما ادري ايش دخل بس يلا يس 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 كسر هي اوكي 90 30 اوكي صار عندنا 70 بس احنا يرادنا بالمياي يمكن الشخصية اغلى من الثانية بالجواهر. بس باقي النهاية وهاي هاي الساحة راح تهيلهم وهاي راح تسممهم وراح تفيدنا بمعركة. اوكي تشوفون هذا يا شباب هذا انا اعرفه الشيء الوحيد اللي يقدر يقتله هو ساحرة. اوكي نحط له ساحرة بذلك رادنا نطلع هواي ساحرة. اول شيء رادنا نطلع نينجا المقاومة قوية عمود يشغل الثانيين هذا كول شوية على ما تفل الجنود ناو تنترس عشان نيجي قتله طيب عليك. يلا 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 مرة ما فك ضحكت سوحي انا الفائز بكشي غيران نطلع بس من هذول الجنود باب فضل اللحم كان يطلع لنا اسرع من الاول مو كان حد اسرع. يلا 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 بسرعة بسرعة شكلي عرقت عليها ما عرقت يعني. اوكي نسيت السحرات انا بس يلا هذي ما نحتاج يعني نحتاج. اوكي طلعنا واحد نينجا راح يكفينا واحد نينجا شبها الشمس نينجا يعتبر من جنود الأقوياء بداية اللعبة راح يطلع لنا النينجا هناك وياهم بشكل هياك أو الأخير نشوف شنو راح يطلع لنا. يلا اوكي ما ادري ايش اطور بالالفين اللي عندي هاي ما ادري شو اطور والله ما ادري شو نسوي تخيل تو بلوكس لا مو يدخل بعد اوكي اني جاستكش عنده بالفين يا فرق بسيط. يلا طورنا أغلبية الجنود بس يطلع لنا ينجع عمود يشغلهم طول ما نريد نصرف مات السرعة. اوكي يعني نفس تشكيلة توا طيب وخر تبطيع عنك وصير سريع دين 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 ديري لا طبعا شوي من وين اللحم اللي طورته اللحم من فوق هذا ترون مين جون هذول الجنود من اللحم كل ما نطور اللحم يجي اكل بعدين هم مو ياكلون هذا الاكل يشاركون ويحصلون هذه القوه ما بس يعني هذا السبب. اوكي حاصرين بالزاويه عمي سوينا روحكم اقوياء عاد يعني يعني هما صدق اقوياء بس عبالي مسوينا يعني ما عو 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 لا كنا نقدر اي
خلاص نطلع واحد نينجا نكتفي بيه بس. يشوف هو قد براسه ربعة كملة من تحية طيبين نقشين هم يطفون ويضربون بالأكس. اوح لومك هم سرع سرع هدي 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 ما تكتب راح يطلعونا مليون واحد. اوكا يا سلطان مليون جندي بالدرب صرت ثلاثة نينجا صرت من هذولي. هسا تحدي القصر يصمت مستحيل نسال لا هذول لا يجون ما من فايدة يعني ما من فايدة كنا راح نقصر لهم هم يلا عادي يعني منهم فايدة اوكي بس انتهى حكينا اوكي الحين استخدم نطور اخير جندي وننهي الفيديو مو فتحت النهاية يلا بالفيديو الجاي نجربها. إذا بس وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى الحلقة عجبتكم. طاقة شغل بقناة فعل جرس التنبيهات. بس باي باي شكلها حلو.